لبغداد منذ قرابة عام مشوار قلما وجد طريقه إلى نشرات الأخبار. بغداد عاصمة للثقافة العربية ظلت في خلفية مشهد طغى عليه الموت والدمار والتأزم السياسي، وهذا المعرض الخاص بالفن التشكيلي رسالة ختامية قبل تسليمها المشعل. بغداد ما زالت حية، الجمهور العراقي، المبدع العراقي ما زال موجودا، العطاء الثر للفنان العراقي ما زال. وهذا هو ما تحدث عنه الضيوف، أن الحراك الثقافي في العراق ما زال قويا ونشطا. مجمع سينما الزوراء ذكرى حزينة من ذكريات شارع الرشيد في قلب بغداد وقلوب العراقيين، فهو باق فريسة للإهمال رغم وعود الترميم وإعادة التأهيل، وعشرات الأفلام التي أنتجها عراقيون خلال هذا العام لا تجد لها طريقا إلى الجمهور في غياب دور السينما رغم الكثير مما تحقق. يعني المنتوج الثقافي هو منتوجا معنويا حسيا وجدانيا. أعتقد أن نحن نجحنا في أن نخلق الانطباع الحسي المعرفي، إلا أنه إذا كنت تقصد على مستوى البنى التحتية أو الماديات كان هناك تلكؤ. نحن نحتاج إلى صوت المثقف في أن يكون عونا للحكومة، للمجتمع، في مواجهة هذا الفكر الظلامي، هذا الفكر الإرهابي. لكن للأسف ما زال المثقف ينأى بنفسه أو يزج نفسه فيما هو سياسي، خوفا من أن يتهم بصفة التسييس أو الانحياز وعدم الاستقلال. لماذا لم تحل هذه القضية في الوزارة، في وزارة الثقافة؟ المدير العام السابق لدائرة السينما والمسرح ترك منصبه بعد أشهر قليلة على افتتاح هذا العام الثقافي، فقد أطاحت به السياسة قبل أن يرى ثمار خطة طموحة بمئات ملايين الدولارات شارك في رسم أهدافها. كانت هناك رغبة للكثيرين أن يتم استبدال المدير العام باعتبار يجب أن يتم تغيير، يعني هذه واحدة من الأمور الأخرى. لكن أن يتم يعني تنحية مدير عام لهذا الواقع فهذا أمر مرفوض فعلا، وهذا رسالة خاطئة توجهها وزارة الثقافة إلى الوسط الثقافي. عندما يقتصر المهرجان الختامي للثقافة العربية على نخبة من الحضور، تتساءل عما جنته بغداد وما بقي لها من إرث عام لن يتكرر إلا بعد عقود. بوجودنا بملتقى بغداد ما حسينا هيدي السواد اللي عم نشوفه برا. في المشاركات اللي تجي سواء مسرح سواء سينما سواء فن تشكيلي وغيرها، يعني هي مو فد شيء يستهان به. هذه الفقرة بالذات احنا ما كنا نستطيعها سابقا. ما ينقص بغداد والعراق إعادة وصل من قطع من علاقة مباشرة بين الفنان وجمهوره، وهذا المعرض الخاص بملتقى بغداد الدولي للفن التشكيلي ينقصه الزوار الذين يعزفون عن المجيء إلى هنا بسبب إجراءات أمنية مشددة تعيق حرية الحركة. قد لا يحتاج العراق مهرجانات تثبت تشبثه بالفن تعبيرا عن ثقافة متأصلة. هذا المتحف الذي منحنا إذنا خاصا بزيارته يضم قطعا لفنانين عراقيين يعود تاريخ بعضها إلى ما يزيد عن 100 عام، وقد استرجعت بعد أن امتدت إليها أيادي اللصوص والمهربين خلال الحرب لتصبح أم المعارك هنا إنقاذ هذه الكنوز من التلف والاندثار. ناهد أبو زيد، BBC، بغداد.